هو الفكره دارها الجمهور ماشي انا، الجمهور هو اللي خلاني نفكر في هذه المساله، لان مؤخرا لقيت ان في اليوتيوب كاين واحد النسبه ديال المشاهده كتطلع، يعني في الاعمال القديمه ديالي حطيناها في اليوتيوب بداو الناس كيشوفوها وتيدخلوا ليها بواحد الطريقه كبيره جدا، لدرجه اننا بدينا كنشوفوا ان يوتيوب ممكن يدخل شويه ديال الفلوس. فكنهضر مع الناس ديال اليوتيوب وداك الشيء اننا ما عندناش الحق ندوزوا لا بوبليسيتي في اليوتيوب، ولكن عندنا الحق نديروا البرودكت بليسمنت، يعني نحطوا لا البلاسمون ديال البرودوي، يعني نقدر مثلا نحط انا واحد المنتوج معين وانا تنهضر معاك دابا ونحطها في اليوتيوب، ما عندناش مشكل، ما عنديش مشكل ديزا. فهذه عطتني الفكره اننا حنا العدد اللي غادي يخلينا، ولكن خص يكون العدد ديال المنخرطين يكون كبير قد ما كان العدد ديال المنخرطين. دابا الناس ما تقدرش تطلب منهم تقول لهم عطوني الفلوس باش غننتج، ولكن الا عطاني صوته رانا، وصوت الانسان خصوصا صوت الشعب راه هو اللي مطلع البرلمانيين ومطلع الوزراء ومطلع الواعرين، كلشي كل اللي مطلعهم صوت، الصوت ديال الشعب، وكاين اللي قاعد يخلصوا غير باش يصوت. فهذه الفكره اللي جات، قلت انا علاش ما نديروش قناه ديال الشعب ديال ولاد الشعب، واخا دابا سميتها سعيد الناصري لكن من بعد غتولي قناه ديال ولاد الشعب. علاش غتكون قناه ديال ولاد؟ لان هذه كلمه ولاد الشعب اللي عطاوني فكرتني في الزعيم مثلا فسميتو في مصر على عادل امام فكرتني، ولكن ولد الشعب احلى، ما فيها لا زعامه لا والو، فيها واحد ولد الشعب شنو المفهوم ديالو؟ ماشي ولد الشعب هو داك اللي فقير ولا ما خدامش ولا لا، ولد الشعب هو اللي عنده غيره على ولاد بلاده، عنده غيره على بلاده، كيحب بلاده، كيحب وطنه. ولد الشعب هو اللي واخا يكون غني يكون تيحن على الفقير، ولد الشعب واخا يكون فقير يكون كيتعاون مع الغني وما يحقدش عليه، ولد الشعب هو اللي كيكون قوي ويعاون الضعيف، ولد الشعب هو ذاك الضعيف اللي تيتحمى مع القوي باش يكونوا بجوج اقوياء، ولد الشعب هو اللي تيبغي الخير للناس، ولد الشعب هو اللي كيحارب الريع، ولد الشعب هو اللي عايش بمبادئ، ولد الشعب هو اللي يبغى ولاد ولاده يعيشوا في عالم جميل. انا كنغير مني كنشوف مثلا رئيس ديال الامريكان تيخطب وتيقول لهم غادي ندافعوا على الارض، على الكره الارضيه. تصور دابا الان الناس كتقلب على حمايه الكره الارضيه وكيهضروا على الاوزون وكيهضروا على هذا، لما الاولاد ولادهم تيشوفوش لراسهم، حنا تنشوف غراسي، هذا هو اللي خايب. حنا الان تيخصنا نبداو نشوفوا الاولاد ولادنا، نشوفوا وليداتنا ما يعيشوش في داك الشيء اللي عشنا فيه. والدينا حاربوا الاستعمار وحروا لنا المغرب وقدوه لنا، وحنا الان بدينا بحال تنخربوا فيه، خصنا حنا نساهموا باش المغرب يزيد القدام ونخليو لولادنا تقدم، بلاد متقدمه، بلاد غادي القدام وعندنا الامكانيه. هنا جات الفكره ان ذاك الصوت مهم، فدرت هذاك الفيديو وما كنتش منتظر ان الجمهور غادي تواجب بطريقه جميله جدا، وماشي غير الجمهور بكل الشرائح ديالو، المثقف، الصحفي، الواعي اللي كيسمع، لكن كاين واحد الحاجه مسيت واحد الجرح. اشنو هو؟ انهم عندهم غيره على تلفزيونهم، عندهم غيره على الهويه ديالهم، باش الان نتحدوا على اي واحد يقول لك بان المغربي راه ما فاهمش ولا راه الدنيا هانيه عنده. لا، المغربي عارف اش كيدور، المغربي ذكي، وهذا ديما كنقولها ولكن الان تاكدت، لاننا في يومين وصلنا للمليون ديال الناس اللي تعيطوا في التليفونات، واللي منهم صغار اطفال. تصور طفل صغير تيقول لي يا عمي الناصري احنا معاك، جاتني البكيه مني قال لي سا ما في بليزير، احنا بغينا القناه ديالك، بغينا معاك القناه ديالنا هذيك، ما تكونش ديال. فالفكره الان بدات تاخذ واحد البعد اخر، هو انني ان شاء الله انا غادي نغامر بامكانيات الخاصه ديالي، انني باش نصوب واحد العمل لهاد المغاربه، هادو المغاربه اللي هما خوتي، باش في رمضان يلقاو يتفرجوا في شي حاجه اللي غادي تعجبهم، ونتمنى من الله ان العمل اللي غنقدمو يعجبهم. انا غندير مجهود باش نعطيهم عمل نقي زوين اللي يتفرجوا فيه مع وليداتهم ومع خوتهم ومع وهم مرتاحين، ويقدر يشوف وقت ما بغى، يعني ديك الساعه من بعد الفطور حتى يجي كاع من الصلاه ويدخل، لان دابا ولاو التلفزيونات سمارت، فممكن دير اليوتيوب وتفرج مرتاح وتقلب على البرنامج اللي بغيتي واللقطه اللي بغيتي.